ورد نادر الاستاذ نادر شوقي عليه وكيله السابق، لان رمضان طلع بصراحه هاجم نادر وقال ان الراجل ما جابليش عروض، مع ان نادر امبارح بيقول لك 32 خبطت على 32 نادي من 32 ل 34 نادي عشان ياخدوا رمضان. لكن الظروف، هل رمضان امكانياته قليله؟ لا طبعا امكانياته جامده، بس الظروف الوقت ده ما كانش ينفع. قال لك العرض الوحيد اللي جبته رمضان كان بشاك شهير التركي وفريق بيلعب في الشامبيونز ليج وجاب له فلوس كويسه، وكان رغبه رمضان الاحتراف وهو ما وافقش على العرض ده. يعني الراجل اشتغل. انا مش هنا عشان ادافع عن نادر، انا مش هدافع عن نادر، الراجل دافع عن نفسه امبارح واتكلم. انا هنا عشان اثبت حاله، انا هنا عشان اقول ان النادي الاهلي ما قصرش في ملف رمضان صبح زي ما زعم البعض. قال لك رمضان، قال لك ايه الاهلي لو كان عايز يخلص كان خلص. لا رمضان انت بتكذب بصراحه، انت بتكذب رمضان، انت عارف كويس قوي ان الاهلي كان عايز يخلص. وامبارح بعت رساله في الحلقه لكابتن شوبير يسالها، او سؤال يساله النادر، يعني هل الاهلي كان عايزني اعاره ولا كان عايزني شرها؟ وانا في النقطه دي بقى عايز اوضح الجزئيه دي لجمهور الاهلي. اللي معروف للناس كلها ايه؟ في وقت ما كان رمضان معار للاهلي من هدرسفيلد، معروف ايه؟ ان رمضان عايز يطلع يكمل احترافه بره. حلو، جت موضوع كورونا ومش عارف ايه، فكورونا عطلت الموسم، فالموسم هيخلص بعد انتهاء العقود الاعاره. فالفيفا طلع حل، قال لك يا جماعه اللي عنده يعني وقت لسه في الاعاره وكلام من ده ممكن يتمد لما بعد انتهاء الموسم. فبناء على الكلام بتاع الفيفا ده والتحركات، وبناء على رغبه رمضان الاساسيه في الاحتراف، الاهلي قال طيب احنا هنستغل الاتاحه اللي اداها لنا الفيفا ان احنا نمد عقد الاعاره لغايه لما يخلص. وفي نفس الوقت زي ما قال نادر امبارح كان مبلغ اللي طالبه هدرسفيلد في رمضان 7 مليون جنيه استرليني، وده مبلغ كبير جدا يعني بصراحه، ايا كان اللاعب يستحقه ويستحق بس كبير جدا. لكن رغبه الاهلي لو كان عايز رمضان بعد ما الاعاره تخلص وبعد ما المد ده يخلص، وكان لازم المد ده يكون بموافقه الثلاث اطراف هدرسفيلد ورمضان والاهلي، يعني كانت رغبه الاهلي الاساسيه وما فيش رغبه تانية غيرها، ودي معلومه مؤكده انا بقولها لحضراتكم، هو شراء رمضان صبحي. شراء رمضان صبحي، حته ان الاهلي يدفع فلوس تانية في اعاره ما كانتش مطروحه مطلقه خالص. فبالتالي وضح من خلال رد نادر ان رمضان كان بيكذب، وكل الناس كانت عارفه الكلام ده وما كانش فيه وضوح. طيب يا رمضان عادي، انت عايز فلوس مش عايز احتراف، قول يا جماعه انا بصراحه رايح عشان فلوس، مش عيب والله ما عيب، لك كل الاحترام والتقدير لشخصك لظروفك لكل حاجه، لكن ما تحاولش تضحك على جمهور الاهلي، ما تحاولش تضحك على جمهور الاهلي. فانا عايز اشكر نادر على ايضاحه للحقائق امبارح مع الكابتن شوبير، وعايز استغل الفرصه دي بصراحه لاثبات ان الاهلي كان خلص مع هدرسفيلد، الاهلي كان خلص مع هدرسفيلد ودي حقيقه، وما كانش موجود في الاعتبار ابدا ابدا ان رمضان ممكن ياخد قرار تاني داخل مصر غير النادي الاهلي. وكل الحقائق، في حقائق بقى وكواليس اكتر من كده بكتير، بس انا مش هقدر اتكلمها مع حضراتكم غير بعد انتهاء التحدي الافريقي باذن الله تعالى، نكون فرحانين ومبسوطين والدنيا تبقى زي الفل، وباذن الله هتكلم معاكم في كل حاجه وفي كل التفاصيل اللي تخص القصه دي. القصه موجوده مطوله معانا، الاهم دلوقتي الملف الافريقي، لكن الشيء بالشيء يذكر، بعد التصريحات بتاعت امبارح دي الشيء بالشيء يذكر، فلازم نستغل الفرصه نتكلم فيها. طب اديكم الخلاصه؟ اديكم الخلاصه؟ ماشي. اكرامي خلص على رمضان. اكرامي خلص على رمضان. سواء بطريقه مباشره او غير مباشره. ازاي؟ رمضان تاثر بعقليه وتفكير اكرامي. العقليه والتفكير اللي خسروا اكرامي جمهور الاهلي. فبالتالي رمضان كمان خسر جمهور النادي الاهلي. فهو ده ايه اللي حصل، ودي الخلاصه الخاصه بالقصه دي، وانا لسه هتكلم مع حضراتكم في القصه دي باذن الله بعد انتهاء التحدي الافريقي بتفاصيل اكتر من كده. وخلينا داخلين بقى في الفتره اللي جايه على الاهم بالنسبه لنا، هو بطوله دوري ابطال افريقيا. سريعا عايز اقول بعض الاخبار بسرعه بخصوص